رفضت إسرائيل المقترح الروسي بإبقاء الميليشيات الإيرانية المتحالفة مع قوات النظام في سوريا، رفضت بقائها على بعد 100 كيلومتر على الأقل من خط وقف إطلاق النار على الحدود مع الجولان المحتل. إذن الحديث لمسؤول إسرائيلي كشف لوكالة رويترز للأنباء أن قضية القوات الإيرانية في سوريا طرحت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور إسرائيل ضمن وفد روسي رسمي.